صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على بدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا إذا عطانا البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله إذا ربنا Buka. Ya cukup berdoa, cukup mendoakan Habib, cukup mendoakan Habib. Buka. Tolong jaga lagi. Dengan segala hormat, mohon izin jalan dibuka, mohon izin. Supaya Habib cepat sampai di tempat tujuan. Habib sudah lelah, kasihan beliau. Belok kiri, buka kiri. Mundur.
خصوصا في أمة النبي سيدنا محمد. ومن عامة الناس ومن أعيانهم ومن صلحائهم ومن صغارهم ومن كبارهم، الجموع التي ما كان أصل جمعها إلى الإيمان بالله، الإيمان برسول الله، ما كان أصل جمعها إلا نور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اجتمعنا في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين، يوم ميلاد سيد الكونين صلوات ربي وسلامه عليه. مضى علينا في الأمس، استقبلنا يوم الثلاثاء الذي اجتمعنا فيه في هذا المكان وفي هذه الساعة المباركة، في اكتفاء أثر من ولد يوم الاثنين وأنزل عليه في مثله الوحي وهاجر ودخل طيبة ولقي ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما حس بالمرض سيدنا الصديق أخذ يسأل أي يوم هذا، حتى قيل يوم الاثنين، قال أترجى، فكان وفاته في يوم الثلاثاء. وهذه المناسبة للخلافة، أن الثلاثة هو الذي يخلف الاثنين، فلم يكن وفاته في نفس اليوم الذي توفي صلى الله عليه وسلم وهو خليفته فتبعه، فتوفي يوم الثلاثاء عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الافتتاح بهذا المعنى وبهذا الجمع وبهذا التوجه إلى الله تبارك وتعالى له شأن، له شان عند الرحمن جل جلاله. افتتح بعض شيوخ معهدا لعلم الشريعه والدعوه الى الله في بعض مدن اليمن قبل 30 سنة او 40، قبل 40 سنة. فراى بعض اهل البلده صالحا من اهل البلده يقول له: من يوم اسس هذا المعهد ارتفع العذاب عن اهل البلده، رفع الله العذاب عن أهل البرزخ لدينا لبركة تأسيس مكان يذكر فيه الله ويتعلم فيه شرع الله سبحانه وتعالى. فنحن نهني أهل هذه الجزيرة وأهل إندونيسيا بافتتاح مثل هذا المكان، نرى أنه بارك خير يبرر لإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يكون سببا في تأسيس معنى للروابط بين أهل الإيمان بألفة القلوب التي هي أصل نصرة الله ورسوله. قال الله تعالى لنبيه المصطفى محمد: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فيا من ألفت بين قلوب أصحاب نبينا محمد، انظر إلى قلوبنا هذه وألف بينها. انظر إلى قلوب العلماء والمتعلمين في بنجر، في بنجر هذه الجزيرة وفي جميع جزر روسيا وفي بلاد المسلمين، واجمعهم وألف ذات بينهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وكلما تراحمت القلوب توفرت الرحمة من علام الغيوب جل جلاله. ولقد جاء في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وما العلم إلا مظهر الرحمة. كلما ازدادت حقيقته في قلبه فاضت الرحمة على ذلك الكلب، وفيضان الرحمة
مرتبط بزيادة الخشية من الله، فمن خشي الله وخافه رحم عباده وأشفق على عباده وعلم أنه لا أخوف عليهم من الله، فأشفق عليهم أن يعصوه أو أن يخالفوا أمره أو أن يخالفوا شريعته. وبنور العلم تدفع شرور الخيالات الفاسدة والتوهمات الباطلة من كل مخالفة لشرع المزون. بنور العلم ترد وسوسة إبليس عليه. بنور العلم ترسخ الأقدام في خشية الله وفي الأدب مع الله في الخضوع لجلال الله، فيستحق أصحابها رحمة الله تبارك وتعالى بإحسانهم. قال جل جلاله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبحمد الله تم هذا الافتتاح بهذا اليوم المبارك، وبه إن شاء الله فتح أبواب خير ورحمة كبيرة لأحياكم ولموتاكم ولصغاركم ولكباركم ولرجالكم ولنسائكم. وقد اقتبط المعهد بنيات أهل معاهد الهدى من أئمتنا وشيوخنا ورجالنا بسلسلة متصلة إلى من أسس أول مسجد قال الحق عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نرجو أن تظهر بركة هذا الربط وأثره في الوافدين والقائمين والمدرسين والطالبين والمعلمين والمساهمين في خدمة هذا المعهد، والذي أجر الله على يده الخير فأنفق النفقات في بناء هذا المعهد له البشر. نسأل الحق أن يقبل منه، ونسأل الحق أن يجزي المثوبة، ونسأل الحق أن يضاعف هباته، ونسأل الحق أن يشفيه ويعافيه. نسأل الحق تعالى أن يمده بعمر مديد في عيش حميد ومسلك سديد رشيد يا أكرم الأكرمين. اللهم أتحفه بعظيم التحف والعطايا والمنح، وزده من فضلك ما أنت أهله، واجعل سعيه عندك مشكورا وعمله صالحا مبرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. فرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحديث نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم قال على المنبر: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحببت. ولقد سمع هؤلاء الصحابة فضل الصلوات، فضل الزكوات، فضل الصدقات، فضل الجهاد، وفرحوا، لكن لم يفرحوا بمثل فرحهم بأنت مع من أحببت والمرء مع من أحببت. هكذا صرحوا وقالوا: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أعظم من فرحنا بسماع هذا الحديث من نبينا صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا أنس بن مالك إذا ذكر الحديث يقول: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو بحبي إياهم أن يحشرني الله معهم. ولقد جاء في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سئل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم لم يصل إلى درجته ولم يعمل بمثل أعماله كلها، فأجاب صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، بل المرء مع من أحب. هذا معنى ولما يلحق بهم، فإن مقتضى المحبة أن لا يخالفهم، وليس معنى خالفهم، وليس معنى خرج عن سبيلهم السوي، ولكن كان أكثر منهم في الجد والاجتهاد وفي عظمة العبادة وفي منازلة الأحوال الشريفة، لم يلحق بهم بذلك مع موافقته إياهم بالعمل، فأخضع
أن يلحق بهم في حبل المحبة بواسطة المحبة. ولأجل ذلك أورد الإمام السيوطي عليه رضوان الله في كتابه إحياء الميت بفضائل أهل البيت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات مفردا أهل بيتي حشره الله مع اليهود، وإن عبد الله في زوايا الأرض حتى تقطع في العبادة يرجع. لو تقطع في العبادة مفصل مفصل وهو يبغض أهل بيت المصطفى محمد فمات، لم يحشر إلا مع اليهود الذين يبغضون النبي ويبغضون أهل بيته. نعوذ بالله من ذلك. Diminta kepada hadirin dengan sangat, yang ada yang berdiri tolong dibukakan jalan untuk Kak Habib, yang ada yang berdiri mohon duduk-duduk semua, tolong فتاتي
Yeah.
طعم الإيمان. نعيم حلاوة الطاعة وغد العقل ولذة المناجاة للرحمن الرحيم. هذا النعيم الذي لا يمكن أن يوجد في شيء من ما يسمى بالحضارات غير حضارة الإسلام، ولا يمكن أن يوجد في شيء من المصانع ولا عند شيء إلا في خزائن دلالة سيدنا محمد وبلاغه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد قال في الحديث الصحيح: لا طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا على
and if you
Yeah.
Alaih, alaih, alaih. Kita telah disebutkan bahwa kejayaan kita, keberhasilan dalam hidup kita, apabila kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecelakaan manusia, kehancuran hidup manusia dunia dan akhirat, apabila manusia itu menyisih daripada aturan Allah dan menyisih